أني طول عمري واخد عهد على نفسي إنه ما أتكلمش لا في الدين ولا في السياسي ولا في الكورة، لأن الدين له ناسه ومش أي حد يطلع يقول له روح يا أولاد في الدين، والسياسة ما حدش أصلا يقدر يتكلم فيه، والكورة أنا ما بفهمش في الكورة. بس في كومنتات كتير جات لي وفي رسائل كتير اتبعتت لي على الصفحة، اطلع يا إلي اتكلم على زكريا بطرس اللي شغال يغلط في الإسلام وفي المسلمين، اطلع يا إلي اتكلم، ولا أنت عاجبك اللي هو شغال يقوله؟ اطلع يا إلي اتكلم. فأنا قلت اطلع واتكلم، ودي أول مرة اتكلم عن حاجة تخص الدين واخر مره، وانا مش طالع اتكلم عن حاجه تخص الدين، انا طالع اوضح شويه حاجات بس. اول حاجه دلوقتي الكنيسه تمثل المسيحيه، يعني وقت ما الكنيسه تطلع قرار رسمي انه مثلا العيد الكبير بتاع المسيحيين يوم 5/5 مثلا، يوم 5/5 يبقى خلاص المسيحيين كلهم يحتفلوا بالعيد يوم 5/5، الكنيسه تمثل المسيحيه، لكن شخص بمفرده ولا يمثل الكنيسه ولا يمثل المسيحيين، ده شخص بمفرد مسؤول عن كل كلمة هو قالها وحده. في فيديو منتشر العمر أديب مع البابا شنودي، الفيديو ده منتشر قوي على السوشيال ميديا دلوقتي. عمر أديب بيسأل البابا شنودي، أنت يرضيك اللي هو بيعمله؟ عاجبك الكلام اللي هو بيقوله؟ البابا شنودي قال له هو كل اللي بيعمله إنه بيطلع يتناقش وبيتساءل، والمفروض شيوخ الأزهر يطلعوا ويردوا عليه، ده اللي قاله البابا شنودي. وفي ناس طلعت وكاتبة على الفيديو إنه اهو الناس اللي في الكنيسه عجيبها الكلام دي وهم راضين عنه وسايبينه يتكلم. جواب البابا شنودة على السؤال دي كان من 14-15 سنه، ولما جاوب بناء عن انه الراجل ده كان جوا مصر وما كانش بيغلط ولا بيتلفظ باي الفاظ ولا بيشتم، كان بيتساءل وبيتناقش. علشان كده البابا شنودة لما رد قال هو بيتساءل وبيتناقش المفروض تطلع ترد عليه، ما قالش انه بيشتم. وما اظنش انه عمرو اديب كراجل مسلم هيكون شخص زي ده شغال يشتم فيه وفي دينه، وعمرو اديب هيبقى بالانسيابيه دي وبيتكلم بالذوق ده كله، ما اظنش، كان بيتساءل بس. ده اول حاجه على الفيديو المنتشر قوي بتاع البابا شنودي. تاني حاجه الراجل دي خدم شويه في الكنيسه وفي مصر زمان، ومن 14-15 سنه ساب الخدمه وسوى معاش وسافر برا مصر وبطل يخدم المسيحيين، بطل يخدم في الكنيسه، اتوقف من الخدمه في الكنيسه، طلع برا مصر وعمل قناه مش للمسيحيين، ما بيطلعش يوعظنا نحن، هو عاملي علشان الاسلام والمسلمين. ليه هو في مخه انا ما اعرفش، ماله هو مال المسلمين، انت خليك في دينك، ده هم يعني يا ابوي ده المسلمين ما يقولوا لكم دينكم ولي دين، انت خليك في دين. هو طلع وعامل القناه دي للاسلام وللمسلمين بس، اي في مخه الله اعلم. انا كشخص مسيحي عمري ما سمعته ولا شغلت له قناه، ليه؟ لان انا وقت ما اشغل قناه مسيحي عايز اسمع لي قداس، اسمع ترنيمي، اسمع حاجه تخصني انا وتخص ديني، حاجه تخصني انا، ماليش دعوه انا بدين الناس الثاني. اي في مخه هو الله اعلم، هو مع نفسه. فده فيديو البابا شنودي وده موضوعه هو، عشان في ناس بتقول هو في الكنيسه لسه وفي الخدمه ومش في الخدمه والكلام ده كله. في اكونتات وهميه كتير كل مهمتي الاكونت وهمي ده ليه صوره ولا ليه صاحب واسم وهمي وصوره وهميه وكل حاجه وهميه. كل مهمته انه يدخل في البوستات اللي بتتناقش في الموضوع دي ويقعد يشتم، ناس مسيحيين يشتموا في المسلمين وناس مسلمين يشتموا في المسيحيين وهاتك يا دعك. فانت كشخص مسلم بالاكونت بتاعك الحقيقي بصورتك الحقيقية وانت صديق عندي وانا مسيحي صاحبك وزميلك، دخلت شفت واحد اكونت وهمي شغال يشتم في المسلمين، فانت دخلت رحت داخل شاتم في المسيحيين، هو ما يعرفكش وانت ما تعرفوش، انا اللي اعرفك وانا اللي شفت الكومنت بتاعك وانا اللي المفروض ازعل. فانت لما تدخل على حسابك الشخصي على الايميل بتاعك وتكتب بوست طويل عريض تشتم فيه عن المسيحيين وعن المسيحيه، الشخص اللي برا مصر ده اللي شغال يشتم فيك وفيكم ما هو مش هيشوف البوست بتاعك، هو مش ضايفك عنده على الفيسبوك وممكن يكون ما عندوش فيسبوك اصلا، مين اللي هيشوف البوست بتاعك؟ اني مين اني؟ انا جيرانك وانا زميلك في المدرسه وزميلك في الجامعه وزميلك في الشغل وبتحتاجني في شغل بتجيلي اعمله لك، وانا بحتاجك في شغل بجيلك وبتعمله لي، وانا شريكك في الحياه وفي الوطن واخوات وحبايب وفي الفرح وفي الكره مع بعض. انا لو دخلت الاكونت الشخصي بتاعي 90% من اصحابي مسلمين، 90% من اصحابي مسلمين مش مسيحيين. فانت لما تدخل يا مسلم يا اخويا محترم، لما تدخل انت تكتب بوست شتيمه واضحه وصريحه على المسيحيين والمسيحيه، حتى لو انا ما جيتش اتناقشت معاك او كلمتك، بس انا هصد منك، هعرف ان انت من جواك بتكرهني، انت من جواك شايفني بالشكل دي.
فانت لما تشتم تخلي بالك اشتم على الشخص نفسه، هو غلط فيك ايوه غلط فيك، طب يا الهي عاجبك اللي هو عمله؟ لا انا ما يعجبنيش. هو يتعاقب ايوه يتعاقب، انتوا ليكم حق عنده ايوه ليكم حق عنده، ليك حق عنده لو شفته في الشارع اجلس من نصيه حقك غلط فيك، بس غيرتك وغضبك على دينك ما يدوكش المبرر ان انت تطلع تغلط في المسيحيه عامه وفي المسيحيين عامه، لان انت بالشكل دي هتخسر جيرانك وحبايبك واصحابك وقدام. ما اظنش انه في واحد مسلم عايش وحده ما يعرفش مسيحيين، اللي هو لو جه واحد مثلا اتعامل معاه في الشارع او في مواصلات او في شغل او في اي حاجه يقول له انت مسيحي؟ لا لا مش متعامل مع مسيحيين انا، فيش الكلام دي، احنا اخوات وحبايب وعلى طول مع بعضنا. فيا جماعه يا ريت نراعوا بعضنا في البوستات وفي الشتيمه وفي الكلام ده كله، الكلام ده ما ينفعش، انتوا ليكم حق عنده، الحق ده يا بيجي هي ازاي؟ انتوا دلوقتي عاملين هاشتاج والسوشيال ميديا مقلوبه، حقك اقلب اكتر واكتر وشير الفيديو اللي انا عملته دي واعمل الهاشتاج فوق الفيديو، وكل ما الهاشتاج هيزيد هو هيجاب كده كده هيجاب، ولو ما جابش في مسيحيين كتير عنده هناك وهو اكيد هيوصلوا له. بس يا ريت يا جماعه نراعي بعضينا، اول حاجه الفيديو بتاعي ده انا عامله للناس الزوج والناس المتربي على الاصول وتفهم يعني ايه اصول.